أبدأ معك من واشنطن سيد ليف لارسون عضو الحزب الجمهوري، هل تتصور أن دونالد ترامب هو الرئيس المثالي للولايات المتحدة في الفترة القادمة؟ شكرا جزيلا لاستضافتي. إن هذا لسؤال رائع. إن هناك الكثير من الظروف التي دراها اليوم والتي تظهر لنا أن الرئيس ترامب يحقق نتائج رائعة بين الجمهوريين، لكنني لا أتوقع أنه سيكون مرشح الجمهوريين للفترة القادمة. لماذا؟ أعتقد أن هناك سببين. أولهما أن هناك الكثير من المعلومات التي تأتينا بأن الجمهوريين قد قرروا بأنه ليس الرئيس الأمثل الذي يمثل الحزب الجمهوري. والسبب الثاني، أنا أعتقد أن الرئيس ترامب هو متهم بأحد التهم التي هي ضمن لائحة الاتهامات والتي ستقوده إلى مشكلات كبيرة، وسيكون في المحكمة بعد أو بالقرب من الانتخابات الرئاسية القادمة.